هنا مسبيرو لكم منا كل التحية. فقرتنا الثانية النهاردة مع زميل عاطف كامل. عاطف كامل النهاردة الحقيقة بيفتح ملف مهم جدا. عاطف كامل هيتكلم عن فوضى العيادات والأدوية. الحقيقة في الفترة الأخيرة كلنا متابعين لكم الاجتهادات على السوشيال ميديا في وصف بعض الأدوية، وأيضا الحقيقة في إعطاء بعض النصائح الطبية، ناهيك بقى كمان عن أدوية التخسيس الحقيقة اللي كل شوية بتنزل بأرقام خيالية. كل ده الحقيقة لازم يكون في مراقبة ومتابعة لهذا الموضوع بشكل قوي جدا. شرف المهنة الحقيقة وضمير الطبيب شيء مهم جدا. القسم الحقيقة اللي أقسمه عليه، كل ده هنعرفه من خلال فقرتنا التانية النهاردة مع الزميل عاطف كامل. أما أنا في أصحابكم في مصر بيحصل فيها إيه النهاردة، ومجموعة من أهم الأخبار المحلية والعالمية والأكثر قراءة في الصحف وفي الجرائد. وأول خبر معنا الحقيقة خاص باحتفال القوات الجوية بعيدها قصور مصر وحماة مصر العظام. معركة المنصورة الجوية فخر للعسكرية المصرية. تعالوا نشوف فيديو عن هذا الخبر وارجعوا لنا مرة تانية. مصر بيحصل فيها ايه النهاردة؟ كل عام ونسور مصر من القوات الجوية في أمن وسلام وأمان. مع الهاتف الآن اللواء دكتور سمير فرج، المفكر والمحلل والخبير العسكري والاستراتيجي. نتوقف أمام هذه الذكرى العزيزة على قلوبنا جميعا. مساء الخير يا فندم. مساء الخير لحضرتك وكل السادة المشاهدين. سيادة اللواء، يعني الحقيقة فخر لينا كلنا ان احنا نحتفل بعيد القوات الجوية نسور مصر وحماة مصر العظام. طبعا حاجة تشرف فعلا، وحقيقي حرب اكتوبر 73 كان فيها العديد من الانتصارات والاعمال العسكرية الرائعة اللي تمت. والقوات الجوية المصرية بتحتفل يوم 14 اكتوبر من كل عام بعيد القوات الجوية. وانا في البدايه مش هتكلم، لان انا يعني ممكن نقول ان انا ممكن اكون مصري وبؤيد الكلام، لكن اسمحي لي اعرض لحضرتك وللساده المشاهدين، انا كنت بدرس في انجلترا في كليه كامبل الملكيه سنه 75 بعد الحرب مباشره بسنه. واحنا كامبل دي كليه للقوات البريه، وفي جنبنا كلية براكنل للقوات الجوية طبعا في انجلترا. فالكليتين بيتزوجوا مع بعض لمدة حوالي اسبوع، بنقعد مع بعض نفهم عشان في اعمال القتال نبقى احنا كقوات برية عايزين ايه من الجوية، والجوية عايزة ايه مننا، وازاي دول بيشتغلوا ودول بيشتغلوا. فروحنا اول يوم، فاول ساعتين كان في انترودكشن او تقديم للقوات الجوية ازاي بتشتغل، من اول ما بدأت بالطيارة ممحرك واحد الى الطيارة النفاذة السوبرسونيك اسرع من الصوت، ازاي بتضرب القوات الجوية اهدافها، ازاي بتتعامل مع الرادارات. يعني قعدنا ساعتين فهمنا كيف تعمل القوات الجوية في العالم. بعدين خدنا الراحة ودخلنا المحاضرة التانية ساعتين. فبقينا على السبوق او على الشاشة موجود دلوقتي هنشرح لكم أحدث معركة جوية في العالم وتمت فيها دروس كتيرة جدا. وفوجئت أنها بيتكلموا عن معركة المنصورة الجوية في حرب أكتوبر 73. طبعا كانت مفاجأة كبيرة لنا. طبعا لما يقولك أن حوالي ضباط من 60 دولة، حوالي مثلا نقول إيه 300 ضابط قاعدين بيسمعوا قوات جوية فشرحوا بقى ماذا حدث يوم 14 أكتوبر. القوات الجوية الإسرائيلية فشلت من أول يوم 6 لحد يوم 14 إنهم يضربوا الدلتا، لأنه كانوا لما بيخشوا في اتجاه الإسماعيلية والسويس كان في حائط الصواريخ العظيم اللي عمله المشير محمد علي فهمي. فاضطروا في هذا اليوم يوم 14 أكتوبر إنهم يدخلوا للدلتا على مطارات المنصورة وطنطا والحتة دي كلها من اتجاه البحر المتوسط. فجم يقتربوا من البحر المتوسط ودارت معركة. ليه أكبر معركة جوية؟ أولا قعدت 54 دقيقة، لم يحدث في العالم معركة جوية استمرت بهذه المدة 54 دقيقة. نمرة 2 اشتركت 200 طيارة، برضو لم يحدث في العالم في معركة فيها 200 طيارة، 120 طيارة من إسرائيل و80 طيارة من مصر. كانت الخسائر في هذه المعركة إسرائيل 17 ل18 طيارة وإحنا 5 طيارات. والخمس طيارات دول وقعوا نفاذ وقود، يعني حتى مش اشتباك، وقعتهم الطيارات الاسرائيليه.
وبدات بقى الكوليت براكنل تشرح بقى حصل ايه في الساعتين. طلع دول اربع طيارات فينجر فور طالع مثلا من مطار حتسريم في اسرائيل، هتوصل لحد مصر مثلا في 14 دقيقه وهترجع في 14 دقيقه، اذا الوقود يكفيها المده دي زائد 6 دقائق، فكان المصريين بيستنوا دقيقتين ويطلعوا لهم بفينجر فور تاني مصري، يبقى ما قدهمش غير اربع دقائق، فيضطروا ينوروا معاهم وبعدين، فالاسرائيليين بيرجعوا بالطيارات عشان يلحقوا، يبقى المصريين في ظهرهم يوقعوهم. تخيلي ساعتين طلع، ودي كلها متسجله بالاقمار الصناعيه. فكانت حاجه عظيمه جدا طبعا. في النهايه بقى قالوا ايه، كفاءه طيار مصري، خاصه ان الطيارات المصريه الميج 21 او السخوي او الميج 19 كانت اقل كثافه وعددا من الطيارات الاسرائيليه اللي هي كانت الفانتوم والسكاي هوك والميراج. فلما تلاقي دي كفاءه عاليه جدا واحنا على قدنا، لكن قالوا ان كفاءه الطيارين المصريين اللي قعدوا يتدربوا 6 سنوات فتره الاستنزاف هي اللي رفعت مستواهم وخلتهم يبقوا على قدره عاليه، خاصه ان المصريين عايزين يعني يستردوا ارضهم، بعكس الاسرائيليين كان الناس دي عايزه تحافظ على ارض هي استولت عليها. الحاجه الثانيه اللي قالوها ان الطياره لما بتنزل الارض عشان تطير تاني في اطقم بتجري وراها عشان تجهزها للطلعه الجايه. اول مجموعه اللي هي الباوزر اللي هم بيمونوا الطياره، دول تقريبا 4. بعد كده المجموعه الميكانيكيه والمهندسين عشان بيعملوا الصيانه قبل الطلعه الثانيه. وبعد كده الناس اللي بتزخر اللي هي بتدي الرشاشات بتديها الذخيره. فريق متكامل. القنابل يعني في فريق متكامل. فقالوا ان بالحسابات ان الطقم ده وصل انه يخلي الطياره جاهزه بعد 6 دقائق. الرقم ده عندهم في امريكا وانجلترا وفرنسا 12 دقيقه بين الطلعه والطلعه، فبالتالي انت كده بتزودي عدد الطلعات اللي ممكن تطلع، فدي حطوها للجانب المصري. الحاجه الثانيه، قواتنا والعدو اشتركت في هذا القتال وفي قوات دفاع جوي تحت في الارض، صواريخ ومدفعيه. ما فيش طيارة من عندنا سقطت زي ما بيسموها نيران صديقة. ده معنى كده ايه؟ ان الطيارين بتوعنا والقوات الجوية بتاعتنا قدرت تعمل تنسيق كامل، تلاحم مع وتنسيق الدفاع الجوي، وبالتالي دي اتحسبت لنا. الحاجة التانية ان الطيارة لما بتطير في تحت على في المطار تحت طيار زميله بيسميه موجه ارضي، بيبدأ من فوق وهو فوق الطيار طاير يقول له خلي بالك، لانه عنده رادارات بتشوف اعمق، خلي بالك في عمق اسرائيل دلوقتي طلعت فينجر فور طالع دلوقتي دخل عليك، هيوصل بعد 12 دقيقه، كلماتك انت ارتفاعك واطي، اطلع اعلى عشان اما يجي تبقى انت اعلى منه. فالاطقم دي كلها حققت عمل مشترك عشان نقدر نحقق هذا النصر. فعشان كده فعلا يومها كان حاجه عظيمه جدا، واتكتبت دلوقتي في كل المراجع ان معركه المنصوره الجويه من اهم المراجع اللي تمت في العصر الحديث، قبل فيها الطيارين المصريين بلاء عظيما اكتر من الطيارين الاسرائيليين، رغم قله الطيارات المصريه قدام الاسرائيليه والكفاءه ونوعيه الطائرات. فدي حاجه نفتخر بها جدا جدا، وعشان كده اصبح هذا اليوم 14 اكتوبر من كل عام هو عيد احتفال القوات الجويه المصريه. سياده اللواء كل عام والقوات الجويه في امن وسلام وامان. بشكر حضرتك يا فندم الف شكر، اللواء الدكتور سمير فرج المفكر والمحلل والخبير العسكري والاستراتيجي. هنطلع فاصل وارجعوا لنا مره تانية، مصر بيحصل فيها ايه النهارده؟ رجعنا لكم مره تانية، والخبر اللي معايا خاص بمدينه سانت كاترين. رئيس الوزراء، تكليفات من الرئيس السيسي بوضع مدينه سانت كاترين في مكانتها اللائقة. خلال اليوم الثاني من تواجده بمحافظة جنوب سيناء لمتابعة استعدادات استضافة قمة المناخ الشهر القادم، توجه الدكتور مصطفى مطبولي رئيس مجلس الوزراء إلى مدينة سانت كاترين لتفقد عدد من مشروعات تطوير المدينة. وأكد رئيس الوزراء في مستهل جولته أمس أن هذه الزيارة لمدينة سانت كاترين تأتي في إطار متابعة تنفيذ ما كلف به الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير المدينة ووضعها في المكان اللائق التي تستحق هذه البقعة الطاهرة المقدسة.
الخبر الحقيقة اللي معايا الآخر خاص بوزير الإسكان. وزير الإسكان يتابع موقف المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة أكتوبر الجديدة. مع الهاتف الآن المهندس محمد عبد المقصود، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة. هنتكلم عن التوسعات الجديدة في مدينة أكتوبر. مساء الخير يا فندم. يا نور يا فندم. خلينا نتوقف أمام الحقيقة العديد والعديد من المشروعات. احنا شايفين الحقيقة كم من المشروعات في مدينة 6 أكتوبر. أتكلم عن التوسعات في هذه المشروعات. الحقيقة احنا عندنا الكثير من المشروعات، خاصة البنية التحتية. احنا طرحين مشروعات بنية تحتية بما يعادل 7 مليار جنيه حاليا في أعمال المرافق. مرافق تشمل مية وصرف وري، بما فيها محطات الكهرباء، بما فيها الغاز الطبيعي، بما فيها الاتصالات. وده عشان منطقه غرب المطار، المنطقه الحديثه اللي احنا بنعمل فيها دلوقتي حاليا سكان اجتماعي، وعشان المنطقه الصناعيه والميناء الجاف. المنطقه الصناعيه عندنا حوالي 11000 فدان بنرفعها دلوقتي بالكامل. انشانا محطه الكهرباء عشان نغذي المنطقه الصناعيه بالكهرباء، عشان لما حد يبني مصنع يلاقي كهربته موجوده، وعشان تغذي المنطقه اللي هي غرب المطار بالكامل. يعني يا فندم احنا دلوقتي لما بناخد مشروع او بناخد منطقه بنبقى عندنا في تكامليه في هذا المشروع علشان يخرج بشكل متكامل للناس. اكيد يا فندم. يعني اديني مثل كده يا فندم. اتكلمنا عن مشروع اسكاني بيكون وراه الخدمات، وراه يعني انت كلمتني عن منطقه صناعيه. هذه المنطقه الصناعيه اكيد محتاجه ايضا ان يكون فيها خدمات، ان يكون فيها طرق، ان يكون فيها مباني جديده. يعني كلمني حضرتك عن الموضوع ده. تمام يا فندم. احنا بننشئ مثلا منطقه غرب المطار، ده حي سكني فيه 35000 وحده سكنيه. عندنا 850 فدان في قطاع ألف و 950 فدان في قطاع ب. 850 فدان في قطاع ألف فيهم حوالي 1115 عمارة سكنية احنا بدأنا شغل فيهم حاليا. تمام. 1115 وحدة سكنية دي 1115 عمارة، يعني مضربين في 24 حوالي حاجة و 30000 وحدة سكنية، يعني تعتبر دي مدينة جديدة. هذه المدينة ما بنبنيش مساكن فقط، ولكن كل البنيه التحتيه اللي انا بتكلم عليها دي بتتعمل لها براس الخدمات التي تخدم المواطنين، من سواء وحدات صحيه او سواء مدارس او حاجات دينيه او حاجات ثقافيه زي الحضانات، زي المولات التجاريه. كل ده بينشا يا فندم زي نادي اجتماعي، زي مركز شباب. لان هي دي يا فندم كانت مشاكلنا في الماضي، ان انا بيبقى عندي مثلا منطقه سكنيه ولكن بتفتقد للخدمات. لكن انا شايفه ان دلوقتي لما بيكون في مشروع قائم بيبقى في مجمل هذا المشروع من خدمات، من مدارس، من نوادي، من مستشفى للتعايش، من ايضا الحقيقه منطقه صناعيه لمصانع. يعني بتكون حاجه تكامليه. الحقيقه دي الحقيقه اللي بتتم دلوقتي، وعشان كده بمجرد ما السكان هيبتدوا يستلموا وحداتهم السكنيه كل الحاجات دي بتشتغل، المولات التجاريه بتشتغل، ونبتدي بقى الابنيه التعليميه تاخد المدارس وتبتدي تسكن الطلبه فيها وهكذا. طيب، يعني انا بشكر حضرتك يا فندم الف شكر للتوضيح.